السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا الهوندا اكورد 2.0 أعلى فئة 2021، نشوفها مع بعض. طبعا كالعادة راح أحط لكم حساب هوندا الغانم تحت في الوصف، تقدرون تتابعون صفحتهم بالإنستغرام. وسعر الهوندا اكورد اللي ويانا اليوم 10999 دينار كويتي، في درجات مختلفة، هذه أعلى درجة، في الدرجات الثانية حتى الى الستاندرد. نشوف محرك الكورد، محرك 2 لتر 2000 سي سي 4 سلندر على شكل خطي طولي مثل ما تشوفون السلندرات تكون هنا. الدفع امامي 2 لتر تيربو متصله بجير من 10 سرعات، والقوه 247 حصان، والعزم 370 نيوتن متر. عندنا صرفيه وقود، اللتر واحد يمشيك 14.3 كيلو، سعة تانك البنزين 56 لتر، فبحسبة بسيطة راح يمشيك 800 كيلو تقريبا، مو شرط يطلع وياك على حسب ظروف القيادة، مو شرط تطلع وياك الأرقام هذه. وأيضا البنزين يكون 91 ممتاز. في البداية نعطيكم نبحة تاريخية شوي عن الأكورد. هذا هو الجيل العاشر اللي طلع سنة 2017، والسيارة أيضا تنافس فئة الكامري والألتيما والكيا أوبتيما اللي هي كي 5، الهيونداي سوناتا. طبعا مثل ما تشوفون الواجهية السيارة، شعار الاتش الكبير، ايضا عندنا الكريستالات هذه LEDs. اغلب السيارات الحين قامت تقلد هوندا على التصميم الجميل هذا. ايضا في كشاف تحت، ومثل ما تشوفون الكشاف موجود تحت، ايضا في انظمة الرادار مثل ما تشوفون كاتبين عليها هوندا سنسينج. قسم التسويقي مال انظمة السلامة مال هوندا، وايضا الكروم يكون شكله برونزي مثل ما تشوفون. طيب مثل ما تشوفون هذا هو شكل المفتاح، في درايفر 1 ودرايفر 2 مثل ما احنا عارفين مفاتيح الهوندا، تقدر تخلي اعداداتك خاصه باي مفتاح وعلى طول تشتغل السياره حسب المفتاح الموجود. مقاس التاير يكون 235 45 18 انش. نشوف مع بعض الخلفية مال السيارة. طبعا الليتات LED لكن الإشارة تكون عادي مثل ما تشوفون، لمبة عادية. أيضا عندنا السنسر موجود بالأسفل، موجود هني، والدبل إكزوز، وأيضا بصمة السبورت و 2.0 تيربو، هو أعلى مكينة موجودة حاليا. ما تشوفون الكاميرا. سعة التحميل تكون 473 لتر، تعتبر ممتازة جدا. أيضا في عدة أكيد سبير موجود بالخلف مع العدة كاملة، وفي منطلق خطر موجود هنا. هنتسكره، عندك هذه المسكة تسكر وياك. شوف السيارة من داخل، طبعا تخلي المفتاح في جيبك، كيلس انتري، دخول ذكي بدون مفتاح. عندنا السوفت بلاستيك موجود، وايضا الكربون شبيه بالكربون موجود هنا، يعني داخلية السبورت. وايضا عندنا تحكم في الميموري سيت، ذاكرة مقاعد، بطل الدبة من هنا، والدرايش الامامية فقط اوتو، وفيها ايضا الدبل جلاس مثل ما تشوفون، في طبقة عازلة بالنص، اتمنى تكون واضحة. تشوفون هذه تكون دبل جلاس، ممتازة جدا حق عزل الضوضاء اللي تجيك من برا. عندنا تطريز ممتاز جدا هنا، وايضا فيه ميم جلد وتطريز، وايضا في مكان تخزين بالاسفل. السياره مصنوعه في امريكا مثل ما نشوف، ميد ان USA. ايضا عندنا تحكم كامل في الكرسي موجود هنا، وفي دعم قطنيه الظهر من فوق ومن تحت. السياره تجي فاتحه سقف عاديه مو بانوراما. شوف السياره من داخل مع بعض. ونشوف السيارة من داخل. طبعا زر التشغيل يكون هني موجود. عندنا هني السكان يكون 3 سبوك مثل ما تشوفون، ثلاثي الأضلاع، وأيضا في بادل شيفتر من ورا مثل ما تشوفون. وعندنا من اليسار أزرار تحكم في الشاشة اللي بالنص موجودة هني، شاشة على اليسار، اللي على اليمين ترى أنالوج عادي، عداد عادي.
وايضا تقدر تغير الشاشات من السرعه والوقت او اللي انت مشغله من مسجل او الهاتف او التنقل اللي هو النافيجيشن، راح يطلع لك هنا البوصله او الاتجاهات. وايضا في اختصارات جو هوم، وايضا عندنا تنبيه السائق والصيانه والمعلومات مال السياره، كلها ممتازه جدا وعمليه موجود في الشاشه هذه. طبعا عندنا المسجل من هنا يطوّد قصر الصوت، وهني ترد على الشاشه هذه، خاص في الشاشه هذا، هذا الزر وهذا الزر. ايضا السكرولينج او التنقل يكون عن طريق الفرار هذا، وتضغط دش على المنيو اللي انت به. طبعا عندنا ترد وتغلق على اتصالات والفويس كوماند، الاوامر الصوتيه. ايضا على الجهة اليمين عندنا انظمة السلامة من الرادار والقيادة الشبه ذاتية، يعني تخليه وهو بس ان تمسك السكان راح تلف السيارة من نفسها، نفس الاكيرا يعني قريب من نظام الاكيرا. هيد اب ديسبلاي، طبعا موجود البروجيكتر او الهيد اب ديسبلاي موجود هنا، تقدر تغير الشاشات على راحتك من عداد السرعة وما شابه ذلك، راح اوريكم ان شاء الله بعد شوي الهيد اب ديسبلاي. خلصنا من السكان، وايضا عندنا نظام الاضاءات يكون اوتوماتيك، وايضا في زر هنا راح يعرض لك الكاميرات اللي على تكون موجوده في الدرايش، المناظر الخارجيه من هنا، المنظر اللي على اليمين فقط. وعندنا فيها حساس مطر، المساحات الزجاج الامامي فيها حساس للمطر اوتوماتيكي. وعندنا على اليسار الهيد اب ديسبلاي موجود هنا، التحكم فيه ترفع وتنزل او تطفي ايضا من هنا، وترفع الاضاءه وتقصر عليها من هنا، والتريب اللي هو اعداد الرحله. ايضا عندنا انظمه السلامه تقدر تطفيها وتشغلها من هنا، والباركينج سنسر حساسات من هنا، والتراكشن يكون هنا. عندنا هنا هذا الهيد اب ديسبلاي، الزر هذا خاص في الهيد اب ديسبلاي الموجود هنا، يكون تقدر تغير من عداد سرعه المحرك او انظمه السلامه او تخليه على البوصله. عندنا الشاشة الوسطية نشوفها مع بعض. طبعا عندك النافيجيشن موجود في اختصارات للشاشة راح تطلع لك هنا، وأيضا عندنا الاختصارات للسمارت فون، هذا إذا شبكت تلفونك فيها، طبعا أبل كار بلاي والأندرويد أوتو تقدر تشوفها عن طريق السيتنج والكونكشن لاتصالات سمارت فون في أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. والشاشة ممتازة جدا، استجابتها لللمس جدا ممتازة، تقدر تخليها الكلوك وتصير بس فقط لشاشة الساعة نفسها. تطول تقصر عن طريق الفرار هذا الموجود هنا، وأيضا التونينج أو السكرولينج من هنا عن طريق مال الراديو. الكاميرا الخلفية تشتغل إذا ضغطت أو حطيتها على القري، راح تشتغل وياك هنا. وفي كذا شاشة تقدر تشوفها من هنا مثل ما تشوفون، حتى اللي تحت راح تعرض لك الكاميرا بشكل ممتاز عشان لا تطق الرصيف من خلف. شوف إذا ضغطت الإشارة اليمين راح تشتغل الكاميرا عندك على اليمين اللي هي موجودة من هناك داخل المنظرة، تشوفونها على الزاوية اللي هنا، ميزة جدا ممتازة للسيفتي. بالنسبة للي يقولون ليش طالع أنظمة التحذير هذه كلها، السيارة كانت طافية وتوها شاركينها ببطارية، أساس كذي طلعت كل العلامات هذه، يبي لها بس برمجة من الوكيل يسويها لك على طول وتكون شغالة. عندنا التكييف مفصول للسائق والراكب الامامي، دول زون مفصوله، ايضا تقدر تسوي كذي مثلا تفصل الحين فصل، حتى اذا خليته حار في اضاءه تصير هني لونها ازرق او احمر على حسب الحراره مثل ما تشوفون. تضغط دقمه راح يصير سينك يتزامن مع المنطقه اللي على اليسار. طبعا عندنا تبريد وتدفئه للكشنات موجوده هني للسائق والراكب الامامي، وايضا عندنا مكان تخزين ممتاز تحت بالأسفل، فيه 12 فولت موجود هني، وأيضا هني USB Type A عشان تشبك تلفونك بالشاشة، وفي ممتاز جدا تخزين ممتاز جدا حق التلفونات أو شيء ثاني. طبعا ما في الشحن وايرلس مو موجود. عندنا الجير الإلكتروني يكون من 10 سرعات، وهني أنماط القيادة مختلفة، إيكونومي الاقتصادي أو السبورت. هاند بريك يكون الكتروني او سايد بريك الكتروني، اوتو هولد موجود، وفي 2 كاب هولدر حجمهم عملاق ممتازة جدا. التكة الوسطية فيها مكان تخزين هذا تقدر تشيله، والتكة ممتازة جدا. الصندوق الوسطي هذا فيه هني 12 فولت موجود، وايضا عندك فتحة USB تايب اي ثانية موجودة هني. تمنيت يكون في اضاءة داخلية عشان تنور، وايضا تمنيت يكون في شحن وايرلس، للاسف ما لقيت في السياره هذه. وفي مكان تخزين ممتاز جدا
حق الكتب، وايضا تقدر تشيلهم الكتالوجات هذه وتخلي مكان تخزين ممتاز جدا. المواد الداخليه جدا ممتازه، هذا هو شبيه الكربون او نفس الكربون، شكله جميل جدا مثل ما تشوفون فيه هنا سوفت بلاستيك، وايضا مستخدمين مواد جدا جودتها عاليه. المنظر اللي فوق يكون فيها تعتيم تلقائي، هذه تمنيت تكون LED صراحه شكلها قديم. موجود مكان تحفظ فيه نظارتك الشمسيه، عندنا هنا نفس مكان تحط فيه الكروت او شيء، ايضا في اضاءه اكيد داخل هنا، وايضا تمنيت يكون LED اوضح واقوى في الاضاءه. نشوف الاكورد من الداخل، المواد المستخدمة ممتازة، لكن هني استغربت انها هارد بلاستيك. عندنا هني نفس المادة اللي بالكنسول الوسطي، وايضا في جلد موجود هني، ايضا في جلد نفس ما قلنا من الامام، وايضا في هني مكان تخزين ممتاز، والدرايج تكون مو دبل جلاس، مو نفس الامام. شوفوا قصتها غريبة شوي، بسم الله. انا مضبط الكشن على اني سايق، وعندي ما شاء الله سعه جدا ممتازه. طبعا الاكورد الجديده هذه طولوها عن الجيل السابق، صارت افضل من السعه الداخليه. عندنا هنا فتحتين تكييف موجوده، للاسف ما في تايب سي او شيء للشحن. عندنا التكاية الوسطيه موجوده، فيها اثنين كب هولدر موجود هنا، حاملات اكواب. ايضا عندنا مكان تشبك فيه كراسي الاطفال عن طريق الفرش هذا موجود هنا. حياكم الله يا شباب، لا تنسون الاشتراك في القناة ليصلك ان شاء الله مراجعات نفس هذه اول باول، واضغط زر اللايك يساعدني اني استمر نفس الفيديوهات هذه. حياكم الله.